وتولي القيادة الحكيمة أهمية بالغة للتطوير والتدريب باعتباره المحرك الرئيس لازدهار هذه القوة الوطنية الباسلة، فقد شهدت قوة دفاع البحرين في ظل العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك المفدى القائد الأعلى يده الله قفزات تنموية رائدة في مجال تطوير وتنمية قدرات المنتسبين للقوة. قوة دفاع البحرين ذاك الحصن المتين شيدته سواعد رجال البحرين الأوفياء الذين بذلوا كل ما في وسعهم لتكون هذه القوة الدرع الحصين لمملكة البحرين، مبنية على أسس علمية واحترافية وقواعد راسخة من الكفاءة والبسالة والعطاء، حققت من خلالها قوة دفاع البحرين العديد من الإنجازات المشهودة. وإيمانا من القيادة العامة لقوة دفاع البحرين بأن تطوير وتنمية قدرات الإنسان البحريني في المجال العسكري هو الركيزة الأساسية لبناء هذا الصرح الهام، فقد بذلت القيادة العامة منذ تأسيسها جهودا حثيثة لتدريب وتأهيل الكوادر الوطنية والكفاءات العالية. وتحقيقا لطموحات القيادة، فقد ابتعثت العديد من ضباط وأفراد منتسبي قوة دفاع البحرين لتبادل الخبرات والمهارات في أهم الكليات العسكرية في مختلف دول العالم، كما قامت بإنشاء العديد من الكليات والمعاهد العسكرية وفق أعلى المعايير الأكاديمية لمواكبة التطور المتسارع في العلوم والتكنولوجيا العسكرية. وركزت القيادة العامة على تأهيل منتسبيها للإعداد والتخطيط وإدارة العمليات والأزمات وتنفيذ المناورات الجوية والبرية والبحرية وفق أعلى المعايير كذلك. وتولي القيادة العامة لقوة دفاع البحرين التدريب الميداني اهتماماً كبيراً بما له من دور كبير في رفع جاهزية منتسبي قوة دفاع البحرين، فبات التدريب على فرضيات عسكرية في مختلف الميادين يتم بشكل دوري ومستمر وبإشراف ومتابعة من كبار الضباط والقادة العسكريين. هذه الجهود الكبيرة أفرزت لنا اليوم نخباً عسكرية ذات كفاءة علمية وعملية عالية لا تدخر جهداً في تنفيذ الاستراتيجيات العسكرية لرفع الجاهزية القتالية وتأهيل الكوادر الوطنية واستقطاب أحدث منظومات الأسلحة المطورة. وبالحديث عن القوة والتسليح، فقد أولت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين اهتماماً كبيراً في استقطاب أحدث المنظومات العسكرية التي توائم تحديات البحرين. فبالنسبة للقوات البرية، فقد شهدت تطوراً ملحوظاً في تسليحها وتنظيمها على عدة مراحل، وذلك ما وضعها على مستويات مرموقة جداً، فقد استحدثت عدد من الوحدات الخاصة ذات المهام الاختصاصية لتواكب تحديات المرحلة في مختلف الظروف ومختلف الميادين كذلك. وقد عملت قوة دفاع البحرين على رفض سلاح الجو الملكي البحريني بكافة سبل النجاح ليحقق تطلعات القيادة العامة ولتكون له المكانة الحيوية الهامة من خلال استقطابه لأحدث أنواع الطائرات الحربية والعمودية المقاتلة مثل البلاك هوك والكوبرا. ويحتل كذلك سلاح البحرية الملكي البحريني أهمية كبيرة بحكم الموقع الجغرافي لمملكة البحرين الذي يتطلب وجود قوة بحرية عسكرية ذات قدرة عالية للحفاظ على أمن وسلامة المياه الإقليمية للمملكة على أكمل وجه. وبعد اكتمال لبنات هذه المنظومة العسكرية تولت العديد من المهام الاستراتيجية لحفظ أمن ومصالح البحرين داخل وخارج الوطن، وذلك خلال مشاركاتها الدولية الهامة في التحالف الدولي لمحاربة الإرهاب والتحالف العربي لإعادة الشرعية في اليمن وأيضاً التحالف الإسلامي لمكافحة الإرهاب والعديد من المهام مثل حفظ الأمن والسلم الدوليين ومنها المهام الإنسانية كهايتي. خبرات متراكمة لـ50 عام جعلت من قوة دفاع البحرين رسالة للرقي والتطور والسلام، حققت من خلالها العديد من الإنجازات المشهودة قادتها نحو مجد تليد وتاريخ عريق سخر لأجله حكام البحرين كل عوامل النجاح وذللوا كل الصعاب والمعوقات.